رحب فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا عيننا على الكون. اليوم برنامجنا رح يسلط عينه على موضوع مهم جدا، هو موضوع القبب الفلكية، أهمية هذه المنشآت العلمية التعليمية السياحية بمختلف جوانبها، تفاصيلها، ليش الدول تتسابق لتبني أجمل وأكبر والأكثر تطورا للقبب الفلكية في مدنها وبلدانها. اليوم رح نسلط عيوننا وآذاننا ونبحث في موضوع القبب الفلكية مع ضيف كان عنا ضيف سابق ولكن لم يكن مشاركا في الحوار، كان دوره فقط مسهل لعملية الحوار، الدكتور ألكسندر العدلي وهو خبير قبب فلكية. أهلا وسهلا دكتور ألكسندر. مرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا فيك. طبعا كنت معنا بترجمة وقت كنا ضيوفنا من روسيا أندري. صحيح، كان معنا وقت أندري لوبانوف اللي هو رئيس جمعية القبب الفلكية الروسية. صحيح، خليني أعرف عنك دكتور ألكسندر، أنت مؤسس بالجمعية الفلكية السورية، مؤسس بجمعية القبب الفلكية العربية، وكنت نائب رئيس جمعية القبب الفلكية العربية وما زلت بالهيئة العامة، وحضرتك RSA كوسموس، الشركة المبدعة المميزة اللي إلها بصمات واضحة وتفاجأت بمدى انتشارها على مستوى العالم، واليوم انت يعني نحن فخورين فيك دكتور ألكسندر ان تكون انت المسؤول عن هذه الشركه وتفاصيلها بمنطقتنا، بمنطقه الشرق الاوسط اظن واسيا. صحيح، انا بمنطقه الشرق الاوسط وكل اسيا. وكل اسيا ما شاء الله. دكتور ألكسندر خليني اول شيء اعرف عليك، مثل ما كنا عم نحكي تحت القهوه، قببجي، قبب فلكيه. شو قصه القبب الفلكيه؟ تمام، القبه الفلكيه هي محاكاه الكون، هو مبنى مبني على شكل الكرة السماوية. طبعا الكرة السماوية من أيام الإغريق بنساوي على شكل نصف كرة، لأنه كرة كاملة طبعا ما تحت الأفق ما بنستخدمه، هذا بنستخدمه للكراسي. أما الشاشة نفسها بتكون نصف كرة، هي القبة الفلكية واللي تاخد اسمها منها، وبيتم محاكاة الكون على سطح هذه الشاشة. هي هي فكرة القبة الفلكية. خلينا نرجع لتاريخك دكتور ألكسندر، أنت مؤسس بالجمعية الفلكية السورية، يعني أنت أساساً سوري، درست بسوريا. صحيح، أنا ولدت بسوريا ودرست وتخرجت البكالوريا بسوريا، وحتى سنة 1997 على ما كبرنا غادرت سوريا إلى روسيا في دراسة. قبل ما غادرت كنت أنا قلت لي أنا درست طب سنة. فصل دراسي واحد. صحيح، كلية طب بجامعة دمشق. صحيح، كان في فصل واحد ولكن يعني أنا بعديها سافرت على روسيا. تركت الطب ما عجبك؟ أنا مو شغلتي بصراحة، أنا كان يعني حلمي البرمجيات والهندسة، فهذا المجال اللي كنت أصلا ناوي التحق فيه. والدك ووالدتك ما عارضوا أن تترك طب؟ هن كلهم مهندسين، نحن يعني وجه تحية لوالدك دكتور فاروق العدلي وهو مدرس في جامعة دمشق بكلية الهندسة المدنية، ووالدتك الأستاذة نادية. إذا ما عاتبوك، قالوا لك اترك وروح. لا تمام، ورحت على روسيا. رحت على روسيا ودرست، خرجت بكالوريوس وماجستير في الهندسة المعلوماتية. بكالوريوس في الهندسة المعلوماتية، تمام. والدكتورة، فبعد ذلك 2005 أنا سافرت على اليابان حيث أخذت الدكتوراه بسنة 2009، وضليت باليابان 2009 لهلا. فمن 2009، من 2005 انا باليابان، يعني نحن انا صلي صار 20 سنه تقريبا في اليابان. 13 سنه، 4 سنين كانت دراسه لغه يابانيه وبعدين 3 سنين دكتوراه، فحصلت الدكتوراه بالهندسه المعلوماتيه كمان سنه 2009، والتحقت بعدها فورا باحد الشركات اليابانيه ميجا ستار اللي كانت تعنى بانتاج اجهزه القبب الفلكيه. وميجا ستار كانت ساعتها شركه وليده وكان لك دور بارز. صحيح، كانت شركه جديده، كانوا لسه كلهم 5 اشخاص بالشركه، فانا ضميت للشركه، كان عندها تجهيزات متميزه وانطلقنا وقتها الى العالميه. حلو كثير، وبعد من انتقلت على ار اس اي. في عده خطوات كانت، بس الخطوه الاهم هي من سنتين تقريبا انضميت لشركه ار اس اي اللي هي جزء من شركة كبرى اسمها كونيكا مينولتا، كمان شركة يابانية تعنى بكثير أمور بصريات وأجهزة طبية وغيرها، وأحد أجزاء هذه الشركة اسمها كونيكا مينولتا بلانيتاريوم تعنى بالقبب الفلكية، وهي الشركة المالكة لشركة RSA كوسموس الفرنسية، وهي الشركة المبرمجة لبرامج محاكاة الكون للقبب الفلكية. السكاي اكسبلورر. سكاي اكسبلورر بالضبط. برافو عليك. هذا يعني نواة الشركة، نواة عملنا. شايف مطلع، أنا دارس مذاكر. ما شاء الله. طيب خليني بدي أرجع على بداياتك، تأسيس الجمعية الفلكية السورية. شو مختزن ذكريات في تأسيس الجمعية الفلكية السورية؟ يعني أنت مؤسس، يعني مو شغلة سهلة. إحنا أنا وياك سوا يعني، والشباب كان معنا. هذا 2004 وقتها. صحيح، تم تأسيس الجمعية. هي تأسيس الجمعية بحد ذاته هو يعني نتاج لسنوات من العمل والاهتمام والشغف بالفلك
مع الجمعية الكونية السورية ومع الشباب ومنكم والتلسكوبات اللي جبناها. فكان تأسيس أول تلسكوب أنت دخلته للجمعية. صحيح. الروسي كان وما زال موجود على ما زال موجود بالجمعية وتستخدموه الحمد لله. ف 2004 يعني إنشاء الجمعية الفلكية وتأسيسها كان نتاج كان تتويج لعملنا كل هالسنوات بالفلك. وما شاء الله يعني أنا غادرت بس أنتوا استلمتوا الراية و بعد سنة. أنت 2005 طلعت. أنا 2005 طلعت. يعني سنة واحدة يعني بتأسيسها تمام حدود 3/8/2005 تأسست يعني تم إشهار الجمعية. صحيح. فأنت ما حضرت الإشهار. لا والله أنا كنت باليابان. طيب الماجستير بالهندسة المعلوماتية شو كان الأبحاث؟ أبحاث الماجستير أنا يعني الدراسة الأكاديمية ما كانت مرتبطة بشكل مباشر أبدأ. بالفلك ولا كانت مرتبطة بالموسيقى. تمام. أنا هذا بدي أوصل له لأنه حضرتك من ميزاتك أنك عازف بيانو رائع فكانت سمعت يعني سري بالي بالأحرى أنه كان في ارتباط ما بين دراستك والموسيقى اللي كنت عم تشتغل عليها. تمام. الارتباط كان مباشر. أنا يعني بدراستي الأكاديمية استخدمت أو قمت على إنشاء خوارزميات لتحليل البنى الموسيقية باستخدام الخوارزميات الكمبيوترية لفرز يعني الموسيقى الميلودي عن الهارموني عن البنى الموسيقية بهالشكل. فهذا كان موضوع الدكتوراه. يعني الدكتوراه والماجستير. الماجستير كان مرتبط أكثر بالفيجواليزيشن اوف ميوزك. كمان كنا بس يعني الاثنين قصدي ضليت في نفس الخط. اثنيناتهم مرتبطين بالموسيقى الكمبيوتريه. يعني شو جابك على الفلك اذا موسيقى وموسيقى وموسيقى؟ الفلك كان اهتمامي وشغفي. انا دخلت على الشركه بالعلم الفلك الشركه الميجا ستار اللي هي تعنى بانتاج المعدات الفلكيه او عارض الفلك كمبرمج بالاساس. كمعلوماتي. معلوماتي. تمام. بعدين فقمت بانشاء الخوارزميات يعني التحكم بالأجهزة اللي مسؤولة عن العرض النجوم داخل القبة الفلكية. وبعدها توسعت إلى ما يسمى integration مع الأجهزة الأخرى المسؤولة عن العرض الرقمي للقبة الفلكية. وبعدين كان في تسويق ومبيعات وتعامل مع العملاء وبرامج التدريب والآخرية. فتوسع. أنا كنت مسؤول عن كل يعني الانترناشنال ماركت. وتاريخ تاريخ حضرتك تاريخ يعني بالذات مع RSA كمان. هلأ أنا تفاجأت يعني كنا سوا عم محضر كان محاضرة لك عن موضوع RSA وإديش انتشرت RSA كوسموس. فعلا انتشرته بشكل كتير قوي. تمام. هلأ أنا شخصيا يعني أشرفت على تثبيت أكثر من 40 قبة فلكية حول العالم مرتبط فيهم بشكل مباشر. يعني كنت أزور القباب وأشتغل فيهم. RSA كوسموس اللي انضميت لها بالسنتين الفائتتين تقريبا نحن عندنا أكثر من 500 قبة فلكية حول العالم. أوه. وتعمل بنظام سكاي إكسبلورر. 500 قبة فلكية. 500 قبة فلكية حول العالم وعدد منها في العالم العربي. طيب قبل ما نرجع نوضح للمشاهدين موضوع القبة الفلكية الصور اللي عارضينها خلينا ناخذ هيك فاصل منشط واسألك جابت القميص تبعك كأنه مقلوبة ولا شو القصة؟ هي لك كان عمودية هي الجابة. نحن نعرفها دائما بشكل تاني. هذا القميص من وين جايبه؟ هذا القميص من سوريا. من سوريا؟ اي والله. وهيك الجيبه؟ هيك الجيبه. هذا القميص انا بحتفظ فيه بسوريا لما اجي على سوريا كنت بخليه. حلو كثير. طيب كنا عم نتناقش بموضوع الاسترونومي والكوسموس. تمام. يعني نحن للاسف الشديد فلكيين استرونومر. طيب الكوسموس ما اخذت حقه وكنت عم نحكي يعني كلام مهم يعني حلو ندردش فيه بصوت عالي. الكوسموس هو علم الكون. الاسترونومي هو فلك. هي اختلاف بالتسمية وحسب اللغات. يعني بالإنجليزي إجمالا يسمى الأسترونومي أكثر. الكوسموس ككلمة إجت من أيام الإغريق وتعني النظام أو الأوردر الترتيب. فالفكرة كانت بحد ذاتها يمكن من أيام الفيثاغورثيين أو شيء. تمام صحيح. فالفكرة أنه ليش سموه كوسموس أنه هناك نظام يحكم هذا العالم وهذا النظام الذي يحكم العالم مرتب وأنيق وسموه كوسموس فصار وصف الكون كله كوسموس. النظام الترتيب تماما. حلو حلو. فهي حلو. فكرة كتير حلوة. بس بعدين بقى صار انه علم الفلك علم الفضاء الشغلات هي انه الأسترونومي وغيرها. طيب خلينا نرجع على القبة الفلكية وناخذ الصورة الأولى. هي صورة داخل القبة الفلكية. ما بعرف استاذ ديانا اذا الصورة عندك داخل القبة الفلكية. بتوقع انا مو شايفة على الشاشة عندي. هي داخل هذا الهول الكبير
شاشة بنص كرة، ناس عم يتفرجوا، عم لاحظ هون عم طلع يعني عم تنعرض الأرض. يعني مو دائما بس علوم فضاء وفلك. هلا القبة الفلكية نحن سنة 2024 عم نحتفل بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول قبة فلكية في العالم. حلو. هلا طبعا فكرة القباب أنت شايفها دكتور؟ فكرة القباب الفلكية يعني قديمة من أيام الإغريق، كان هو محاكاة الكون على شكل كرة سماوية. هو الاصطلاب خلينا نقول تبسيط هي إسقاط هي الكرة السماوية. يعني هي بقى علم القياسات شوي مختلفة، ولكن طبعا بالنسبة للنهاية كلها مرتبطة ببعضها. هي إسقاط الاصطلاب شو هو؟ إسقاط النجوم على سطح مستوي. فكقبة فلكية بمعناها الحديث خلينا نقول، اللي هي أنه عندك أنت جهاز ما يسقط هذه النجوم والكواكب على سطح كروي، بيحركها تماماً. بشكل يحاكي الحركة اليومية. فإذا أنا خليني بس أقاطعك هون مشان بس يعني نمشي شوي شوي مشان نوضح. إذا نحن عنا النجوم، هاي النجوم بالسماء اللي بنشوفها بالليل، لما نشوفها بالليل ونستمتع فيها بدنا نستمتع فيها بأوقات تانية، فقدروا يعملوا جهاز محاكاة يسقطوا على كامل هذا الشاشة، صحيح كلامي؟ بالضبط. أنا آسف دكتور ألكسندر، عم حاول بس بسط للمشاهد، لو بتعرف نحن بسوريا لا نملك قبب فلكية، فبدي حاول وصل له الصورة شوي شوي. تفضل. تمام. فهذا الجهاز اللي حكينا عنه هو بيحطوه بمركز القبة الفلكية، وهو يتألف من كمان يعني انت كرة. هي صورته صحيح؟ يمكن إذا حطينا الصورة ببعض ما لي شايفها يعني. بس تمام، هلأ بتطلع عندك. فهو يعرض النجوم، هو هي الصورة من مركز القبة، و يمر شعاع ضوئي من خلال ثقوب. هي الثقوب مواقعها بشكل تحاكي مواقع النجوم. تمام. في السماء. فهذا الجهاز بعدين يدور كله بحيث يحاكي الحركة اليومية للنجوم. يعني تمام. النجوم إذن هو النجوم تغرب. اللي بتشرق وبتغرب، يعني احنا عندنا نجوم دائما، منازل القمر، امور كثير عديدة، هاي الامور العديدة بتظهر. تمام. فقط عن النجوم كنجوم، حركة اليومية كنجوم نحن بالنسبة لنا النجوم اهتموا فيها كتير بالأنواع، بالطقس، بالمناخ، بعدد كبير من ارتبطت بتراثنا بشكل كتير كبير. هذا الارتباط حاولوا ينقلوها من الأرض إلى السماء. وكمان ظهر معنا، بدي أنا ناقشك بموضوع عباس ابن فرناس، وقال أنه حتى عباس ابن فرناس كان له غرفة خاصة تشابه غرفته. لكن هذا الكلام دكتور ألكسندر رح نتناقش فيه مشاهدينا الكرام بعد ما نروح لفاصل ونرجع. فاصل صغير ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام لنتابع نحن وياكم اليوم لقائنا مع الدكتور ألكسندر العدلي. دكتور ألكسندر، كنا عم نحكي عن القبب الفلكية وآلية عملها وإلى آخره. خلينا نرجع نرتب ورائنا، نبلش من الصفر. إمتى أول قبة فلكية؟ عباس ابن فرناس فعلا كان عنده قبة فلكية ولا لا؟ شو نساوي أول قبة فلكية وشو خطر لهم؟ ما بعرف عباس بن فرناس، بس بالتأكيد شخصية يعني إلى دور أساسي بتطور البشرية، ما مو بس علم الفلك. يعني هو طبعا كان من العلماء اللي كانوا متعددي المواهب مثل وقتها. أنا بالمناسبة كنت بالعراق من فترة قصيرة، يعني كان عندي يوم واحد في العراق في بغداد، فسألوني يعني شو حابب تشوف، قلت لهم خذوني نشوف تمثال عباس بن فرناس. حلو. ورح شفته؟ رحنا شفناه. ما بعت لنا الصور. ما بعت لكم الصور، بس يعني هو وبعدين عند المنصور، ابو جعفر المنصور كمان، هالتمثالين نشوفهم كان. طيب خلينا نرجع لتاريخ القبب الفلكية، امتى بدأوا بالتفكير فعليا بالقبب الفلكية؟ شو هو القبب الفلكية؟ مثل ما قلت يعني موضوع طويل، ولكن القبة بشكل التقليدي كما نعرفه اليوم، بدأ أول افتتاح لقبة فلكية كان بألمانيا في يينا. هذا سنة 1924، يعني 1924. بالضبط 100 سنة. لذلك هاي السنة نحتفل ب 100 سنة على افتتاح أول قبة فلكية. بالضبط كان شركة زايس. توقعت. هي عشان هيك المؤتمر السنة تبع القبة الفلكية استثنائي. المصممة لهذه الجواهر كانت المصممة الأول جهاز عرض قبة فلكية، وبمناسبة مرور 100 عام حيكون هاي السنة بعد أسبوع تقريبا. أنا مسافر هناك. كشفنا السر. حيكون ببرلين، وحتكون شركة زايس هي الشركة الراعية لهذا المؤتمر. يعني عطيناها نحن في جمعية تعنى بالقبب الفلكية حول العالم، ونعضو في الجمعية وشركتنا كمان.
فهي السنة أعطينا الرعاية لشركة زايس بمناسبة يعني كتتويج لعملها من 100 سنة بالقوى الفلكية. هي شيء نظامها كان لزايس الكمبيوتر عنا أستاذة ديانا. هذا يمكن نظام حلو شايفه أنت هذا نظام زايس. هلا 100 عام على القبل الفلكية. تمام. هلا بتعرفوا إنه تطور يعني فهمنا للكون أو فهمنا للمجموعة الشمسية، طبعا المجموعة الشمسية هو كان ما نعرفه عن الكون، بعدين شوي شوي صار يكبر لما فهمنا أن المجموعة الشمسية ليست وحدها هي كل الكون، ولكن النجوم هي شموس أخرى، بعدين فهمنا أن في مجرات أخرى. بس الفكرة أنه كانت يعني الأرض بمركز الكون وتدور حولها الكواكب، بعدين تطورت هاي الأمور، هي صارت الشمس في مركز الكون وتدور حولها الكواكب. نحن بالقباب الفلكية لما صممنا الأجهزة الأولى اللي تعنى بالقباب الفلكية، وهناك شركات أخرى بعدين، رجعنا إلى نظرية مركزية الأرض مثل ما شايفين بهالصورة. مثل ما شايفين بهالصورة، يعني القباب الفلكية لما تحاكي حركة السماء هي تعتبر بخوارزمياتها جميعا أن الأرض في مركز الكون نظريا، مشان ما المستمع الكريم هلا يقول ها دكتور ألكسندر الأرض مركز الكون. أنا أقول خوارزميات القباب الفلكية تعتمد خوارزميات الأرض في مركز الكون لحساب حركة النجوم وحركة الشمس والأقمار والكواكب الأخيرة كله على هذا المبدأ، لأنه نحن يعني كمتفرج بالقباب الفلكية أنت بتقعد بمركز الكرة السماوية التقليدية اللي من أيام الإغريق والتي تحوي الأرض في مركز الكون، فمشان نعمل هالمحاكاة هاي احنا نعتمد هذه الخوارزميات. هي بالنهاية مين المركز؟ هي موضوع جملة احداثيات، اين تاخد نقطة الصفر، بدك تاخدها من هون تاخدها من هون. صحيح. فرياضيا ما عندنا مشكلة انه اين يكون مركز الكون، اي نقطة بدك اياها تاخدها تعتبرها مركز الكون. نحن بالقباب الفلكية عندنا مركز الكون هو الارض. تمام. اي نحن بالفلك ما عندنا مركز، بالفلك في تعذبين، احنا ما عندنا تعذبين، ما بنلاقي في في توجهات مختلفه، بس رياضيا انت اي نقطه بدك اياها فيك تعتبرها مركز الكون. نحن بالفلك والله ما عم نلاقي مركز لك يا دكتور الكسندر. الكون عم يتوسع معنا ويتسارع بتوسعه. طيب اذا صارت هي يمكن اول صورة اول قبه، هي كانت اول قبه فلكيه، بعدين هي والله في تمام. هذا كان الافتتاح، هذا بالضبط من 100 جهاز سنة. كان كانه كبير، جهاز مخيف معقد. هو المشكله انا كنت عم بحكي عن الجهاز، يعني هو يتكون من كره فيها ثقوب، هي الثقوب يمر من خلالها الضوء بحيث تبدأ يعني تظهر هذه النقطة على سطح الشاشة، فهي تمثل نجم. هلا هذا الجهاز كله بدور حلو، هذا الدوران يحاكي الحركة اليومية للنجوم 24 ساعة، يشرق النجم ويغرب النجم خلال الليل، فهي الحركة. هلا هذا الجهاز كلياته الضخم بيتحرك شاقوليا، هي الحركة الشاقولية تحاكي احداثياتي على سطح الأرض. حلو. يعني انا لما دوره مثل كانه رحت على خط الاستواء، كمل تدوير مثل كانه رحت على نصف الكره الجنوبيه، اذا بحطه عمودي بصير انا كاني في نصف في القطب الجنوبي، كمان اذا دورته بالعكس بصير كانه بالقطب الشمالي. فحركه الجهاز ككل تحاكي موقع الارض وزاويه دورانه. تفضل. ودورانه هو الحركه اليوميه، زاوية ميلانه هو يعني لاتيتيود، خط العرض تبع الدولة، خط العرض بالنسبة لي تبع الرأي، يعني إذا كل دولة إلى جهاز لازم يكون بميلان محدد. لا هو أنا فيني، هو معه موتوراته أنا بيله مثل ما بده تماما، فهذا بسهل عليكم طبعا. طيب كثير حلو. بعدين فمعه بالإضافة لهالشيء، يعني هذا الحكي يطابق للنجوم لأنه هي ثابتة، نحن نسميها النجوم الثابتة تماما، أنه مواقعها بالنسبة لبعضها لا تتغير. صحيح. في حركة حقيقية للنجوم، ولكن القباب الفلكية لا تستطيع الأخذ بعين الاعتبار الحركة الحقيقية للنجوم. طبعا بنحكي على القباب الفلكية التقليدية. هلأ في عنده هون بالأجهزة اللي شفتها في مجموعة أجهزة، هي كل جهاز مسؤول عن كوكب ومعه مسنناته، بحيث أنه لما أنا بساوي الحركة اليومية أو الحركة السنوية كل كوكب يدور بمساره. حلو. فهي مجموعة مسننات. إذا نجوم لحال كواكب لحال. الكواكب لحال، لأن الكواكب تتحرك على خلفية النجوم، كنا نسميها نحن الكواكب النجوم السيارة. تمام. اللي هي الكواكب، يعني في عنا نجوم ثابتة وفي نجوم سيارة، فالخمس نجوم السيارة هي الكواكب، في خمس حلقات كلهم مربوطين بمسننات معقدة، بحيث أنه حركة السنوية مع تحريك المسننات الميكانيكية تكون تعمل محاكاة كاملة لحركة هذا الكوكب على صفحة السماء. وبالإضافة للشيء في مسنن آخر للشمس ومسنن آخر للقمر، هذا قصته قصته لأنه القمر له كمان أطوار، فهذا له
يعني تقنيات خاصه لعرضه. وبيطلعوا اطوال القمر، فبيطلعوا حسب في تجهيزات كان يطلعوا ما يطلعوا. هلا حديثا القبب الفلكية، بس قبل حديثا شوف القبة، هي هي التعقيدات كلها، يعني شوف كم واحدة طالعة بالصورة عدة تمام. هون شايفين الأجهزة اللي تحت هي المسؤولة عن الكواكب التحتانية، الفوقانية المسؤولة عن النجوم. اوف، هدول التحتانية كواكب والفوقانية نجوم. تمام. هلا هي كانه قبة بالصين او اليابان، هي القبة باليابان. هلا بعد الافتتاح 24 طبعا كان في بوم، يعني انفجار، انه ما هذا، انا ارى محاكاة للكون، نرى النجوم داخل القبة، شغلة كثير كبيرة انتشرت على نحو كبير. وفورا بدا انتشار القبب الفلكية حول العالم، بايطاليا وتم تثبيت ثاني قبة فلكية، ثاني قبة بايطاليا باوروبا، يعني ثالث قبة فلكية كانت بموسكو. أوه. وكانت اكبر قبة فلكية في حينه، 29 متر كان قطر القبة، بتفوت يعني صالة عملاقة ضخمة، بتقعد جوا بتشوف انت النجوم بمحاكاة رائعة. 29 متر كم شخص؟ 29 كانوا تسع اكثر من 500 شخص او شيء 500 يعني. شخص ايه 400-500 شخص، قبة عملاقة كانت. فباليابان قبة موسكو افتتحت 1929، خمس سنين يعني بعد اول تمام. فباليابان تم افتتاح اول قبة فلكية سنة 1937 أو 38، افتتحوا قبة بطوكيو وقبة بأوساكا، دائما في منافسة بين طوكيو وأوساكا، ففتحوا القبتين. فهي الصورة اللي شفناها هون هي صورة افتتاح أول قبة فلكية في اليابان. هلأ كأنه الأجهزة صارت 88 مثل ما عم نشوف الصورة معقدة أكثر، يعني منلاحظ كأنه ميجا ستار هي جهاز. هي الحقيقة تبسطت الأجهزة، بس تكنولوجيا إذا نكمل شوي شلون تطور بعد ذلك. يعني هلأ اليابان القبة اللي افتتحوها تعتمد تجهيزات من شركة زايس، أها، اللي نفس الشركة الألمانية اللي هي أول شركة من صنع القبب الفلكية. ما كان في غيرها فوتها، ما كان في غيرها. فتعرف اليابان دخلت بحرب عالمية، الحرب العالمية الثانية، وكانت من ضمن دور المحور. فسنة 1945 كان في قصف شامل لطوكيو، وقتها مجموعة غارات بأدار 1945 تم تدمير المدينة عن بكرة أبيها، فاحترقت معظم المدن، يعني معظم الأبنية كانت خشبية فكلها احترقت، حتى الأبنية الحجرية كمان منها جزء كبير الضرر، ومنها القبة الفلكية راحت في هذا القصف. فبعد الحرب اليابان سنة 1957 افتتحت شركة لإنشاء أول قبة فلكية تكون يابانية الصنع. حلو، 57، واللي هي صارت شركة كونيكا مينولتا اللي أنا بشتغل فيها. فسنة 57 افتتحوا أول قبة فلكية يابانية الصنع ويابانية التصميم، طبعا كانت نسخة عن الجهاز الألماني ولكن ياباني بالكامل. فهذا الشيء غير الماركت مثل ما بيقولوا، يعني إنه صار في شركة أخرى، بدأ التنافس، بدأت بقى شركات مختلفة تعمل بإنتاج القبب الفلكية. فهون بقى صارت التقنيات تتطور بشكل كبير. هلأ 1988 كان اللي عم نشوف صورتها، كان أول شركة أوروبية أخرى تصنع القبب الفلكية غير شركة زايس. عمليا اليابان وقتها احتكرت صناعة القبب الفلكية، فمع شركة RSA كوسموس اللي مشتغل فيها بفرنسا، هي أول شركة صنعت قبب فلكية بتقنية شوي مختلفة عن تقنيات الزايس التقليدية، بدون استخدام العدسات، وإنما بثقوب يعني على سطح المفلاك نفسه والعارض نفسه بحيث أنه تعرض النجوم. فأدى هذا الجهاز أنه يكون سعر القباب الفلكية أقل بكتير من القباب اللي سواها زايس. القباب الفلكية غالية جداً كانت. سمعنا أرقام كبيرة كتير، أرقام يعني كانت فلكية بصراحة الأرقام. فهي هذا النوع الجديد من الأجهزة خلى أنه يعني مثل ما بيقولوا كسر السوق، فانتشرت، بدأت القبابة الفلكية تنتشر بشكل كبير. فحتى العام، مش هيك ب 88 بلشت تأخذ صدى تاني؟ مزبوط. تمام. بنهاية الألفية وبداية الألفية الجديدة عمليا صارت الكمبيوترات هي اللي تحتكر القبابة الفلكية. صحيح. صار في عنا القباب الفلكية الرقمية وما تسمى ديجيتال بلانيتاريوم. صار بقى استغنينا عن الجهاز الضوئي، نقل نوعية جديدة.
فهذا الجهاز اللي كان يعني على شكل ثقوب ميكانيكية يعرض خلال النجوم وبدك تدوره ميكانيكيا وتحركه من خلال المسننات إلى آخره، هذا الشيء كله استغنينا عنه في مقابل البلانيتاريوم أو القبة الرقمية. فصار صرنا نستخدم البروجكترات، الفيديو بروجكترات العادية، أجهزة الإسقاط بروجكترات، بنحط مجموعة منها لتغطية سطح الشاشة ككل، وتستخدم الكمبيوترات لبرامج تحاكي القباب الفلكية، تحاكي حركة النجوم كذا. فطبعا الموضوع توسع كثير، صار بقى فيني أعرض أنا أي شيء، ما بقى ملزم بسطح الأرض، ما بقى صار فينا نشوف الكواكب الأخرى، فيك تشوف طالما عندك تكستشر معينة، طالما عندك داتا سيتس من وكالات الفضاء العالمية، عندك صور، عندك داتا تقدر تستخدمهم، وعندك خوارزميات، كلهم بقى باستخدام هذا البرنامج فيك تعمل محاكاة لكل شيء معروف بالعلم الفلك اليوم فعلا. بتشوفه يعني على ضمن قبة البلانيت حديثا نسمع على استخدام القبب الفلكية لتحليل المعطيات داتا ريز او لا بالحقيقة يعني طبعا في ربط بين القبابة الفلكية والريسيرش انستيتيوشنز او يعني مراكز الابحاث، ولكن القبابة الفلكية بحد ذاتها هي تستعمل لتبسيط العلوم وايصال العلوم الى الجمهور، اذا هي انتاج للريسيرش اي، ولكن لا تستخدم بشكل مباشر مع بعض الاستثناءات الحقيقة لاي موضوع بحث العلمي. هي يعني البحث العلمي يستخدم القبة الفلكية لاجل ما يسمى الفيجواليزيشن او تحويل المحتوى الى صورة، حيث أن أنا بشوف هالأرقام هاي اللي عم طلعها شلون تظهر في الواقع. إذن خلينا نحن ندقق بس على موضوع القبة الفلكية، إذن هي جانب علمي تعليمي مهم جدا، لأنه مو بس بالفلك، علوم جغرافيا تاريخ. من وقت ما انطلقت القبة الفلكية إلى العالم الرقمي ببداية الألفية، تحولت القبة إلى شيء شامل لكل شيء ممكن محاكاته بهذا السطح الكروي. فأنا لما أعمل سيموليشن للأفق أو لوجودي للسفر عبر المناطق، يعني موضوع البانوراما كتير دارج، إنه أنا عندي صورة لمنطقة معينة بالسطح الأرض، ممكن يكون منطقة سياحية أو شيء، فبشوفها بالقبة الفلكية. هي نفس فكرة الفيرتشوال رياليتي، ولكن أنا موجود بقاعة حقيقية عم شوف فيها القبة. فإجمالا التعليم صار جانب جوهري بالقبة الفلكية. وغير هيك دكتور ألكسندر، بوقت فراغ ممكن نعرض أفلام يعني نستثمرها لقصص ثانية، صح ولا أنا غلطان؟ بالضبط، القبة الفلكية صارت تعرض أفلام ما تسمى أفلام القبة المستديرة، بلانيتاريوم موفيز، فول دوم موفي، بلانيتاريوم موفي. فهدول الأفلام غالبا بتكون كمان لأهداف تعليمية، في أفلام تاريخية بتورجينا شلون كانت لا تستحق في أفلام هوليود وغير هوليود. لا هوليود ما اشتغلوا بالقبب الفلكية. هلا في كان الايماكس الأخيري، بس القبب الفلكية نحن بنركز على موضوع الإديوكيشن، فهدول الشركات لهم عالم الآخر، ويعني شوي مفصولين عن بعضهم بالقبب الفلكية، ما عندنا هوليود، ما في ولا فيلم. والله أنا شفت فيلمين بس ما بعرف. لا مو قبة، مو أفلام قبة فلكية بيكونوا. فأفلام قبة فلكية غالبا بتكون كمبيوتر جرافيكس، وطبعا المحتوى الفلكي هو بشكل أساسي، ولكن في محتوى تاريخي، في محتوى بيولوجي، كل المحتوى اللي يعني أنت بتكون في إميرجن أو يعني خاضع كأنك جزء من العالم الذي يحدث حواليك. فباستخدام الكمبيوتر جرافيكس بيعملوا محاكاة إنه شلون بيشتغل الخلية، شلون بتشتغل البيولوجيا. ممكن في أفلام عن عالم الحيوانات، التاريخ، وبشكل أساسي طبعا الفلك باعتباره صفحة السماء يناسبها هال 360 أو سطح القبة الفلكية. وهي يمكن بعض من الصور يلي عارضها يلي هي بتظهر بالقبة الفلكية وبتحاكي، يعني مثل كسوف، مثل ما عم نشوف الغابة، تمام. حتى الشهر هي يعني بعض الظواهر اللي برنامج سكاي اكسبلورر، بالمناسبه انا اخذ هي الصور من برنامج سكاي اكسبلورر كلها باستخدام محاكاه. حلو والله. يعني هي هو بيستخدموا برامج مثل سكاي اكسبلورر لاجل صناعه افلام القبب الفلكيه. البرنامج بحد ذاته هو من خلال انت معطيات انه انا وين احداثياتي، وين بدي يكون موجود على سطح الكوكب، فوق تحت، ان الغيوم باختبار انا كثافتهم، ارتفاعهم، التواقيت. فكل هالظواهر الفلكية هي من خسوف وكسوف وشهب
وكرة نارية، شفق قطبي، أمطار، ثلوج، كلها ممكن أنت تخلقها باستخدام هذا البرنامج. وهي حتى يعني نشوف الكوكبات، هي من الإمكانات التقليدية تماماً. يعني بمحور هذا البرنامج إنه النجوم بطبيعة الحال والكوكبات، سواء تصنيفها العالمي من الاتحاد الدولي للفلك أو في نعمل تصنيفات مثلا مع الصين، عندنا مجموعة قبب فلكية بالصين، نستخدم بعض الكوكبات الصينية اللي باليابان كمان في بعض الكوكبات نستعملها، مرتبطة بتاريخ تطور علم الفلك من منظور صيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات عن ثقافية الثقافية العربية والأساطير الصينية غريبة. طيب دكتور ألكسندر، قبل ما نتابع كمان سلسلة الصور، سؤال، ليش نسوي قبة فلكية؟ انت جاوبت قبل ما تسأل. القبة الفلكية، هلا شوف، نجاح القبة الفلكية بسنة 1924 كان يعني بهر فيها الجمهور، والقبة الفلكية اليوم لا مجال لمقارنة إمكاناتها ومواد العلمية بالقبة الفلكية التقليدية اللي كانت مقتصرة على إنه هالنجوم أنا عم حركها وخلص، كان هذا كل شيء كان فيها تسوي. اليوم فينا نعرض فيها كل شيء من محاكاة لأفلام ولا يعني 360 درجة وكامل المحور. فالقبة الفلكية بحد ذاتها هي عامل جذب هائل. لما يكون في قبة فلكية، لما نحن يعني نشتغل حول العالم، أي قبة فلكية بنفتحها بتلاقي الجمهور بشغف بده يشوف شو إمكاناتها تعرض القبة الفلكية، لأنه ما عندك شيء مشابه لهكذا. يعني خليني أنا أفسر لك، خسرنا السماء الطبيعية، حاولنا نعمل لها بديل اصطناعي. طبعا هي أحد أسبابها، هي الأسباب الأساسية يعني لوجود القبة، بس مثل ما ذكرت يعني القبة اليوم هي أكثر كثير من مجرد يعني كل ما نحن فلكيين نقول يا رب ما يكون في تلوث ضوئي، يا رب ما يكون في، أنتوا تقولوا يا رب يكون في تلوث ضوئي. كل ما صار في تلوث ضوئي أكثر، كل ما القبة بيشتغل أكثر، كل ما صار في تلوث ضوئي يشتغل القبة أكثر. ولكن حقيقة لا، لما يكون ما في تلوث ضوئي بتلاقي الناس عندها شغف أكثر بالنجوم، فبيهتموا لسه أكثر بالقبة الفلكية. عم تبرر يعني. بس هي بالنهاية لولا أنه خسرنا السماء ما كنا اعتزنا القبة الفلكية تقليديا. نعم، ولكن مثل ما ذكرت القبة الفلكية اليوم عالم ثاني، اليوم هي قصة تماما. اليوم وين القبة؟ يعني إذا بنشوف هالصورة يكفي أنه تعرض لي هالصور، هي اللي نحن لابسة ما صافية ولابسة ما غير صافية بنقدر نشوفها. لاحظ السدوم، الكوكبات، التجمعات النجمية، عفوا المجرات، هي كلها من إمكانيات القبة. صح؟ صحيح. يعني هي كمان من سكاي إكسبلورر، كلها هي صور من سكاي إكسبلورر. صحيح، حلوة. وكمان يمكن هدول طبعا، اوف، عم شوف اي محطة الفضاء الدولية، محطة الفضاء الدولية عاملين لنا سيموليشن كاملة 3D النموذج خارج المحطة وداخل المحطة، فيك انت تبحر فيها بالمحطة كأنك رائد فضاء، كأنه شفت كمان في إلها جوستيك. صحيح، مثل اللعبة يعني. بس كل واحد قاعد على الكرسي له جوستيك، كل واحد على الكرسي، لا مو كله. هاي سؤالي، يعني اذا كل واحد كارثة انه كل واحد يتحكم، اي واحد ممكن يتحكم بما يقود الجمهور ويدخل هذه المحطة بالشكل اللي بده اياه. طيب سؤالي دكتور ألكسندر، اليوم بحاجة ل، يعني اليوم مع تقدم القبب الفلكية وتطورها، يعني نتذكر كان بحاجة لكادر بشري كبير من زمان، حدا يشغل، حدا يطفي، حدا يعمل، يعني كانت معقدة. اليوم ببساطتها، ويمكن صارت تقنياتها مؤتمتة، اليوم صارت بحاجة لقائد بالقبة الفلكية، يعني لشارح ولا خلص القبة الفلكية صارت شغل حالة بحالة؟ طبعا التعقيد اختلف كتير، أو يعني صارت أبسط بكتير الأمور. طبعا تقليديا كان بدك مهندسي ميكانيك وإلكترونيات وشان تعمل بالقبة الفلكية، وفي كان اللمبات وتغييرها وتنظيفها، الأمور كانت معقدة، وبدك فعلا ستاف مدرب كانوا يسافروا للشركات المصنعة ويقضوا فترة طويلة بالتدريب والآخره. اليوم القبة الفلكية بالنهاية هي شخص عنده خلفية فلكية يعني معلومات بديهية باستخدام الكمبيوترات، صار قادر على تشغيل قبة فلكية. حلو، بهالبساطة. بهالبساطة. طيب هي نحن عم نحكي عنه، كنا كل حديثنا خلال المدة هي كان عن قبة الفلكية الغالية اللي ما بتقدر تساويها غير دول أو إمكانيات كبيرة، حكومات وكبيرة ومواصفاتها هاي. طيب للجمعيات، للجماعة اللي ما عندهم قدرة على القبب الفلكية الثابتة، شو الحل؟ الحل موجود، القبب الفلكية
يعني هي تقليديا كانت غالية جدا بسبب تعقيد المعدات. اليوم القمم الفلكية هي يعني أكثر وصولا بسبب أنه أبسط صارت التجهيزات، ولكن ما زالت بحكم كبر حجمها كقاعة وبدك مجموعة يعني بدك سطوع كبير، بالتالي عدد كبير من البروجكترات والكمبيوترات، فما زال يعني سعر القوى الفلكية ما زالت مكلفة. فبتلاقي انه يعني بالمدن، حتى المدن الأوروبية بتلاقي في قبة أو قبتين، فيعني هذا المجال. ولكن أي ولكن هات لهم هي، ولكن يعني التقنيات التقنية تسمح انه اذا عندك قبة اصغر، طيب سطوع اقل وبروجكترات اقل وكمبيوترات اقل، صار فيني ساوي قبة فلكية معتها بامكانات متواضعة. والعالم الحقيقة اليوم يزج بالقباب الفلكية البسيطة والمتواضعة حول العالم ككل، وعديد منها بالعالم العربي، وعديد منها تشغلها جمعيات حتى فلكية عربية بدول مثل بالأردن في عدة قبب متنقلة وتستخدم. إذن إحنا الآن انتقلنا من القبب الثابتة إلى القبب المتنقلة. قبب متنقلة هي يعني بالنهاية لما أنا ما يكون عندي مبدأ، يعني مثل هي اللي عم نشوف صورتها، مثل هي عم نشوف صورتها، هي قبة مثلا بسيطة، قبة حتى يعني مثل بيقولوا نفخ أو اير دوم، تنتفخ وتنضاب. في عدة تقنيات للنفخ، بس هي أبسط شيء إنه عندك أنت بتحط المروحة بتزيد الضغط داخل القبة، القماش مصنوع بشكل إنه لما تنفخه يعني بياخد حجم، بياخد شكل دائري. وأنا مستخبي بروجيكتر، البروجيكترات تقليديا هي بتعمل شاشة مربعة أو شاشة مستطيلة مشان نكون دقيقين. ففي عدسات بسموها فيش آي أو تم السمكة تفرش هذه الشاشة على شكل دائري، فبتغطي سطح القبة. وفي ممكن حتى بعض القبب الفلكية تستعمل مرآة مقعرة. هي أرخص تقنيات إنه تحول الشاشة المستطيلة إلى شاشة كروية باستخدام المرآة. بدك تعطي بس هون يعني حتى تظهر، بتظهر بتعطينا نص كرة كاملة، تعطيك نصف كرة كاملة مع جزء مشوح تماما، هو مقابل المقابل يعني ما في إجباري، في عندك جزء بتشوه ولكن تعطي صورة ككل، يعني حل بديل. العدسة بتعطي كامل القبة مثلا فبدون تشوهات. هي هذا يعتبر أحد الحلول النموذجية للقباب المتحركة المتنقلة أو المتنقلة أو حتى بدها تكون متحركة، بس القباب الصغيرة يعني باستخدام بروجيكتر واحد تحطه بالنص، تحط له عدسة فمعه كمبيوتره ومعه برمجياته. وممكن يعني القباب المتنقل لأنه هي أرخص، إذا أنت مبنى ما تصار فيه، صار في مبنى، صار في أرض، صار في متطلبات، فإذا ما فيها الإمكانيات ممكن تكون القبة بحيث أنه أنا بس أكيد طبعا فرق جودة وفرق أكيد شيء بديهي. وعدد حتى يمكن قبة المتنقلة كم شخص؟ حسب قطر القبة، حجم القبة. هلا إجمالا يعني لما إذا كبرت القبة معناتها بدي سطوع أكبر، سطوع أكبر بدي بروجيكتر لسطوع عالي، السطوع العالي للبروجيكتر معناتها صار كلفته عالية، صار له مشاكل أخرى. فإجمالا تتراوح القبب من هالنوع بين 5 و 7 متر كقطر، فهذا الشيء بيتسع. نلاحظ الفرق هنيك، كنا عم نحكي بأمثال بس هذا الشيء بيتسع بين 20 30 حتى يعني 40 شخص، وبالتالي هذا صف مدرسي مثلا أو مجموعة من الحضور. أما القبة الثابتة لا، أعدادها أكبر بكتير حسب حجمها. يعني القبب الثابتة تتراوح بين 10 متر كقبة صغيرة، 15 قبة متوسطة، و20 وزائد القبب الكبيرة. بس القفزات طبعا بين رقم ورقم بيكون عدد كبير، يعني مو طبعا ما هي انت عم لما تزيد القطر المساحة بتعرف مربع القطر تماما، فمشان ما يفكروا المشاهد انه والله زدنا 5 متر يعني شو استفدنا، 5 متر زدنا عشرات الاشخاص. 5 متر انت هلا مثلا 10 متر وتقريبا 13 14 متر، هذا ضعف المساحة تماما، فبتطلع كبيرة. طيب اذا من داخل بنشوف قاعة، كراسي، و قبة مثل ما عم نشوف الصورة، هي واضحة بتعطينا الفكرة تماما. هي قبة مثلا القبب الثابتة التقليدية، فبتشوف انت القاعة فيها الكراسي، وفي عندك من منتصف القاعة الجهاز التقليدي لساته عم يستخدم هذا الجهاز. هلا بعض القباب اللي عندها امكانات مادية بتعمل ما يسمى بالقباب الهايبريد، تمام، فانه انا بستعمل التقنيات الحديثة اللي هي اليوم اساس القبة، ما في قبة اليوم تتساوى بدون الديجيتال سولوشن،
فبتستعمل البروجكترات. حتشوفوا هون البروجكترات بالصورة موجودة حوالين هذه القبة. هلون في يمكن 5 أو 6 بروجكترات. صحيح. هي كل واحد بيغطي جزء من سطح القبة. استخدمت الليزر ممكن دلن عليهم للمشاهد الكريم. كل واحد بيغطي جزء من سطح القبة. أي واحد. معهم سوا. وهي اثنين. تمام بيغطوا كامل السطح. تمام هدول البروجكترات غطوا كامل السطح وهذا جهاز الفلاكي اللي بالنص. فمع البرمجيات هن بيعملوا ما يسمى بالديجيتال كونتنت او المحتوى الرقمي للقبة. انا بشوف هالنجم والصدم ودرب التبانة والحركات كل هالشيء هذا موجود مع سكاي اكسبلورر بتشوفه بالقبة. ولكن القبب اللي عندها امكانيات انه اكبر بيخلوا هذا المفلاك او عارض النجوم التقليدي الضوئي بمركز القبه فقط لعرض النجوم. ليش يا حزرك بتوقع؟ مشان الاضاءه، اضاءه البروجيكتور واضاءه المفلاك، لانه المفلاك بياخذ مساحه صغيره ضوء النجم والجهاز الاسقاط بياخذ مساحه كبيره. قربت تمام. فالفكره انه النظام العرض الفيديو بروجيكتور انت لما بدك تزيد السطوع بتزيد مساحه الجزء المضيء. يعني اذا بدي احط نجم اذا بدي اياه صغير بدي احطه على 1 بيكسل يعني نقطه واحده يا دوب تبين. طيب اذا بدي نجم ساطع معناتها بدي زيد البكسلات بدي احط كبيره بيطلع نجم كبير. إيه شفت النجم كبير انت بالسماء غير الشمس؟ ما في طبعا. ف يعني التقنيات الرقميه مشكلتها انه لما بتحط صفحه السماء تكون جميله وساطعه النجوم الساطعه بتكون شوي حجمه أكبر من ما يتوقعه أو يرغبه المشاهد، فبيحس إنه هاي ما أراه على الشاشة ليست نجوم حقيقية وإنما صورة. راحت طعمتها. شوي راحت طعمتها. طبعًا ممكن نعمل ريزولوشن أكبر وتحسينات كذا بحيث إنه تكون شبيهة ولكن لا تصل إلى مستوى السماء الحقيقية. فالمفلاك هو باستخدام شعاع الضوء المركز من خلال عدسة أنا هاي الضوء بركزه. بعمل له الفوكس بالذات على هي المسافة بحيث انه الضوء هذا يتجمع بهذه النقطة. فهذا الجهاز العرض هو ما عم بيعرض شيء اخر، ما عم بيعرض فيديو حتى انا بدي بيكسل، انا بدي بس هالبيكسل هذا يكون مشع، بدي السيريوس الشعرة اليمانية بدي اياها تكون لامعة. فهذا الجهاز هو اللي بيقدر يعرضها بهالشكل. بس بدك بتدفع بالمقابل. غالي كتير. هذا الجهاز اغلى من كل ال الديجيتال سوليوشن. يعني انتو كشركه ار اس اي كوسموس ما بتسووا؟ نحن من تقليديا شركه ار اس اي كوسموس كان صنع الجهاز. بعدين انتقلنا الى الديجيتال بلانيتاريوم ووقفنا عرض تصنيع الجهاز ضمن ار اس اي كوسموس. ولكن كونيكا مينولتا اللي هي يعني الشركه الام لار اس اي كوسموس تصنع حتى اليوم اجهزه نسميها الكوسموليب سيجما. فهذا جهاز مخصص للنجوم فقط. بس في حركة بيع له كبيرة؟ بالسنة ممكن يكون جهاز أو جهازين. أوه. يعني هاي الماركت تبعه. طيب سؤالي بالوطن العربي كم قبة عندنا ثابتة طبعاً؟ متنقلة في كتير. متنقلة في كتير. وهذا الشيء جميل. متنقلة كان حتى بسوريا كان في قبة متنقلة. لك أنا كنت بسوريا قبة متنقلة. بس كانت تقنياتها. يعني ستار لاب شوي محدودة لأن ما بتستخدم الإمكانيات الرقمية. كان السلندرات. السلندرات. فهذا كان أشبه للعرض التقليدي باستخدام النجوم يعني. صحيح. فنحن هلا اليوم فعلا بحاجة لقبة رقمية تكون بسيطة ولكن عندها كل هالميزات يعني كميزات العرض القبة الفلكية المتنقلة البسيطة لا تقل عن القبة الثابتة. وهذا الشيء عم نشغله أنا وياك عم نسعى يا رب. إن شاء الله يعني القبة الثابتة طبعا جودتها أعلى دقتها أعلى التباين أو الكونتراست أعلى ولكن القبة إن شاء الله سيدي لازم نستعجل شوي حلا. طيب قبب ثابته بالوطن العربي؟ قبب ثابته بالوطن العربي ما عندي رقم دقيق ولكن في بضعة عشرات قبب ثابته بالعالم العربي. اول قبه فلكيه كانت بالعراق عام قبه الزوراء بالثمانينات. بالثمانينات كانت افتتاحها يعني. كمان كانت تقليديه مع العراق فتحوا اكبر مرصد وقتها وكان في نشاط فلكي كان مميز كان في نشاط فلكي متميز بالعراق. القبه للاسف كمان بالحرب لم تدمر القبة ولكن يعني تأثرت المنطقة. المبنى ضل ولكن التجهيزات كمان تضررت وضاعت. عاد افتتاحها هلأ ولا لا؟ يعني القبة اليوم
تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة في العراق، وفي مشروع إن شاء الله لإعادة إحياء القبة الفلكية بالزوراء. هذا هو قصدي، أنا بذكر إنه رحت سافرت على العراق. تمام. فمشان هذا الموضوع. تمام بالضبط. مشان هاي القبة تحديدا. مشان هاي القبة تحديدا. كثير حلو هذا الكلام، كثير حلو، بس ما عندهم قبة ثانية ثابتة. لا لا توجد في قباب متحركة بالعراق، مجموعة منها. حسب علمي ما في قباب ثابتة بالعراق. هلا بالسعودية في عدة قباب مثلا. ثابتة ولا متنقلة؟ ثابتة. ثابتة في عدة قباب بالسعودية. نعم. فبالإمارات بطبيعة الحال قبة الشارقة، يعني قبة الشارقة جداً. من أكثر القباب تميزا بالمنطقة، وأنا اشتغلت فيها من بداية الديزاين والتثبيت وكذا، كنت يعني لتقريبا 5 أو 6 سنوات أحد العناصر الأساسية المسؤولة. كنت تعتبر أكثر تطورا والأكبر. صحيح. وما زالت هي تم تطوير القبة بالعام الفائت، يعني ساعتها محافظة على رقم واحد. محافظة على رقم واحد، يعني طبعا في تنافس، يعني ما بدنا انه يعني كل قبه لها شيء متميز. تمام اكيد طبعا. فيعني ما في شيء اسمه رقم واحد مطلق. بكره قبه تمام. الاسكندريه. فقبه الاسكندريه كمان من القبب القديمه بالعالم العربي، جزء من مكتبه الاسكندريه، اصغر حجما. اصغر حجما. ايه صارت يمكن هلا الثيرد جنريشن، يعني للمرة الثالثة يتم تطوير المعدات وتستعمل قبة الإسكندرية بالمناسبة سكاي إكسبلورر. جماعتكم يعني. تمام تمام. إيه. وفي قبة مدينة العلوم بتونس مثلا. مصر بس قبة واحدة الإسكندرية. لا مصر هلا افتتحوا قبة بسيناء. افتتحوا. عم بيفتتحوا هلا بطور إنهاء ال الانستاليشن، لسه ما تم الافتتاح بشكل رسمي، ولكن يعني البناء انتهى و حاليا يتم تثبيت التجهيزات. حلو 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 والله. بدير كاترين بسمعاء بسيناء. بسيناء. مدينة العلوم بتونس بتذكر. مدينة العلوم بتونس كمان فيها قبة متطورة، ففيها المغرب العربي ما زالت. المغرب ما بدي احكي شيء يعني. لا انا المغرب رحت زرتها بس ما كان ما في قبة فلكية. الكويت كان ما في. الكويت في قبة. قبة النادي العلمي. قبة النادي العلمي موجودة بالكويت. بس ما بعرف كانت صغيرة. بس يمكن اغلقت بعد ذلك. ما بعرف صغيرة وما كانت شغالة. صحيح انا زرتها كمان. الكويت موجود كان في قبة. بحرين ما في يمكن. بحرين في قبة صغيرة ولكن بدون البرمجيات المتطورة، فقط ل إذا بنحكي بالقبب الثابتة بمنطقتنا كسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بتوقع ما في. الأردن في قبة فلكية صغيرة. بس صغيرة. حاليا يمكن ما لها شغالة. كمان ما لها شغالة. لأنه هي يعني قديمة صارت. هو اللي صار في إنه. لبنان أنا بتوقع. في مجموعة قبب فلكية تم إنشاءها بالثمانينات وبالتسعينات باستخدام التقنيات التقليدية. وهي اليوم بحاجة إلى نقلها إلى عالم القيادة الرقمية. فهذا النقل هو مثلا بدأ ببداية الألفية، وشوي شوي القباب عم تنتقل، وما زالت هلأ باليابان نفسها في تقريبا 300 قبة فلكية. 300 قبة فلكية. فمن 10 سنين تقريبا كانت معظم القبب هي ما زالت تستخدم التقنيات الضوئية فقط بدون الديجيتال بارت، بدون واليوم كمان هلا عندكم انتم قفزه معينه. هلا عم بشوي شوي عم بنقلوها الى التقنيات الحديثه. لاحظ هلا صرتوا كمان عم تحكوا انتم بالشاشات هي بقى شغله خارقه. هون هي هذا ما بعد ذلك، يعني هلا نحن كنا عم نحكي انه في الجهاز الضوئي بالوسط، بعدين صرنا نحكي انه في عندك الفيديو بروجيكتورز. هذا بقى التقنيه الثالثه، فإنه الشاشة نفسها للقبة الفلكية تكون مضيئة. فكل الشاشة اللي هي 360 درجة تغطى بلمبات LED، التباعد بيناتها وما يسمى البيتش بيكون 2 ملمتر، وكل لمبة هي RGB، ويكون فيها تباين كافي لعرض السدم المظلمة وبنفس الوقت النجوم المضيئة. وعلى هالنقل فهلا هي مثلا القبة فيها 42 مليون بيكسل. أوف. نقطة مضيئة كل واحدة بقى لها RGB تبعها، بتحكم فيها ب 10 بيتس يعني 10 بيتات او ما يسمى العمق، عمق التحكم عشان يكفي للتباين. فهي القبب طبعا يعني لما تفوت لجوا شغلة خيالية، لانه عم تقدر تعرض انت الشمس بسطوع فعلا يعميك لما تشوفها، والنجوم على شكل نقاط صغيرة ومضيئة، وبنفس الوقت الأجزاء المعتمة والجزء المعتم من الكون، أو مثلا السماء السوداء الداكنة بتشوفها سوداء داكنة، بعكس الكبب التقليدية اللي ما بيكون فيها السواد بعمق
السواد في بس يمكن هي السماء ما انتشرت كثير يعني. اذا بدنا نروح نشوف واحدة وين؟ بس اليابان يمكن؟ فقط في اليابان. ما طلعت برا فقط في اليابان السماء. وهناك قبتين فقط ما في غيرهم حاليا افتتحت 2021 2022 اثنيناتهم لشركه كونيكا مينولتا. انتوا اشتغلتوا كمان بهالنقله النوعيه. هلا تقنيات ال LED كلها صينيه. تقنيات تركيبها على شكل قبه واستخدامها لبرمجيات القبه الفلكيه هذا شغلنا. التقنيات ال LED اليوم الصين هي السباقه بدون منافس بتقنيات ال LED. فهي القبه حاليا هناك قبتين فقط في العالم مفتوحين للجمهور لرؤية هذه التقنية واثنيناتهم باليابان واثنيناتهم مملوكين لشركة كونيكا. واليوم أول قبة سيتم افتتاحها حول العالم في على شكل يعني قبة بابليك هينول أو جزء من البرنامج الحكومي حتكون بالهند. بالهند طبعا. كمان انت عم شغال فيها. طيب خلينا نشوف هي يمكن قبة الإسكندرية. هي قبة الإسكندرية تمام. هي من الصورة الثانية. فهي قبة الأكاديمية البحرية كمان اللي على اليسار الأكاديمية تمام. البحرية على اليمين الإسكندرية تمام. حتى تصميمها حلو تمام. هي قبة العراق. هي قبة مصر. هي قبة مصر اللي سيتم افتتاحها في نهاية العام. أثرية حتى يعني أخذت الطابع الأثري. هي مثل ما قلت لك ضمن دير كاثيرينا حافظت على التصميم الأثري يعني حافظتوا أنتوا على هي طبعا يعني بمول خارج الدير بطبيعة الحال يعني ولكن بنفس المنطقة بطريقة حديث يعني تصميمها حديث يعني تصميمها حديث ما حافظتوا على روح المنطقة. هي نقطة سلبية كان لو حافظتوا بطريقة ما لا هي مرتبطة بمنطقة بطبيعة الحال وطبيعة المحتوى اللي حيكون فيها كمان حيكون تعريفي للمنطقة وتاريخها تمام. هي تونس. فهي تونس كمان هون مدينة العلوم. بتذكرها والله. هي قبة طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والله كمان قبة مميزة جدا. عندهم قبة مميزة جدا بالمناسبة كمان ار اس اي كوسموس 18 متر كانت نفس حجم القبة الفلكية في الشارقة. كمان بتشغل ار اس اي كوسموس من 2014 و 4K 2014 وهلا عم نشتغل بتطوير القبة الفلكية 4K و 3D صحيح يعني صح 3D مميزة جدا. طيب هي بأفريقيا. بأفريقيا القبب القليلة الموجودة بأفريقيا وتم افتتاحها العام الفائت. القبب القليلة الموجودة بأفريقيا يعني في أكثر من قبة بأفريقيا سابقا. في بجنوب أفريقيا وفي يمكن 5 قباب بكل أفريقيا يعني. دكتور ألكسندر كلمتك الأخيرة. لازم نسوي قبة فلكية بسوريا. هذا هدف سامي يعني. أنا أصلا بالحقيقة دخلت إلى عالم القباب الفلكية 2009 لأنه كان هدفي أنه بدنا نساوي قبة فلكية بسوريا. وشلون بدنا نساوي قبة فلكية؟ خلص لكن خلينا نفوت نحن نشوف شلون بتتساوى القبة الفلكية مشان نقدر نساوي قبة فلكية بسوريا. ولكن تعرف مرينا بظروف كتير وأنا يعني أبحرت بموضوع قباب فلكية وهلأ عم ساوي قباب فلكية حول العالم. فالأولى أنه يكون في قبة فلكية بسوريا إن شاء الله نحن عم نسعى فيها يا رب. يا دكتور الله وإيدك بشكرك من كل قلبي. دكتور ألكسندر نورت بلدك الحمد لله على سلامتك. بعرف أنه بارح وصلت وبكرة مسافر. أنا بارح وصلت وصممت أن تكون معي بالحلقة يعني نحن ضبطنا المواعيد بطريقة خيالية لتكون معي تمام. بالحلقة كل بفضلك يعني. أنا بشكرك يا دكتور عن جد يعني بعرف عذابك مبارح سفر وبكرة سفر وحبيت تكون معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور ألكسندر. مشاهدينا الكرام هذا كل شيء بحلقتنا اليوم. نتمنى فعلا أن يؤخذ موضوع القبب الفلكية لأهميته السياحية والعلمية والتعليمية وحتى هو بيغطي حاله يعني له بالنهاية مردود تذاكر الدخول فهو مشروع كلي متكامل مهم جدا كما ذكر ضيفنا العزيز دكتور ألكسندر العادي اللي بوجه له تحية خبير القبب الفلكية أن العالم كله يتسابق لبناء قبب فلكية ونحن دائما أولى من غيرنا أن نكون على أبواب هذا العلم وجميع العلوم. موعدنا بيتجدد معكم الأحد القادم. إلى اللقاء.